مدينة الرستا 24/1/2013. جوج الأهالي في أحد هذه المغرف في مدينة الرستا. السلام عليكم. السلام. خلينا نكون هون بالمغارة. اي والله يا اخي الجيش الاسد كل نهار عم يطلع هالميق علينا وعم يقصفنا ومع الله لا يوفقه ان شاء الله، لا خلانا لا بيوت ولا خلانا شيء ولا خلانا مدارس. يعني كل ما في خبز ما في، غاز ما في، مازوت ما في، الله وكيلك شافت عينك تعذيب المغرب، بيوت ما ضل عنا، الله يهجله يا رب. طيب كل ما صار طيران طلع فوق كل ما صار طيران نقعد هون، شو نسوي؟ ما ضل عنا بيوت، ما ضل عنا ماي، لا ضل عنا كهرباء، ما خلانا شيء، شفت عينك العجار بلا ملابس بلا اكل بلا شيء، الله لا يوفقه، الله يدمر مثل ما دمرنا. عم ننام بالمغارات، عم ننام هون الله يكفيك بالمغرب، عم ننام كل ما صار تروح العالم نزل لهون، الله لا يوفقه، الله يهجله مثل ما هجر هالعالم، الله يبعث لك رصاصه يا بشار. كل نهار بيجيب لنا هالميك، كل نهار بيضربنا بهالطيارات، بيضربنا بهالدبابات، ما بيخلي شيء علينا. طيب انتو يعني صحيا هون شلون ملاقين الوضع؟ قاعدين يعني لا في اكل، لا في ماي، لا في شرب. وقلت الموت، قاعدين وقلت الموت، شو نسوي؟ وين نروح يا اخي؟ خوف يعني قاعدين بتخبينا من الخوف. كم عيل انتو هون تقريبا موجودين من 50 خبر؟ 4-5 عيال. شو نسوي؟ وين نروح العالم يا اخي؟ هاي بنت هون صغيرة كمان، هاي خايفة من الطيارة، ما عاد شايفة خايفة من الطيارة، ما عاد شايفة العجال كلياتها. طيب يعني تعال 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 هذه حال عائلات وأهالي مدينة الرستان. ليش عم تبكي يا عمي؟ تخاف من الطيارات؟ تخاف من الطيارات؟ إيه. ليش شو بتخاف من عمي؟ إنه بيضرب علينا صواريخ، بيضرب علينا صواريخ والمدفعيين. مدينة الرستان في أحد مغر من قلب مدينة الرستان 24/1/2013.